وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليك مولاي وعلى آبائك الطاهرين نيابة عن مولاي صاحب العصر والزمان سيدي ابن الحسن. فتقبل منا هذا القليل هدية منا إلى قلبك الدامي والحزين من سوء أعمالنا وارضى علينا برضاك مولاي ونيابة عن جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من لم يذكرهم ذاكر شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام علمانا شهدانا خدمة الحسين أجمع من أوصانا بالدعاء وقلدنا الزيارة قربة وطاعة إلى الله تعالى. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أبي
الإمام وابن سيد الوصين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنار. يا أبا لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. بردت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله.
حرب إلى يوم القيامة. ولعن الله أول زياد وأول مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسلجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله سيدي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثمرك يا إمام المنصور، مع إمام المنصور، مع إمام المنصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله مما
من أساس ذلك وبنى علي بنيونا وجرى في ظلمي وجوري عليكم وعلى أشياعكم دريت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم